ابني بسياط السفر تتبرع من دم التراب. كلك أنا وباني خيال شايل بإيدي هالفنا وربة أمل نور الولاد أربى بذات ودنيتي شوق المشاد دمي يوصل اسكني وانا ارجف وادور عالدفاع الظلم مر وظالمي ضيع وعودة والوفا قلبي مثل طير حزين النور بعيون انطفى شايل بايدي هالفنا بذاتي ودنيتي شوق المشاد دمي وصار شوق المشاد دمي وصار. شلونك؟ مو شايف انك تماريت؟ احتمال لا اكيد. متردد بشو؟ انا عرفت انت مين وعرفت ان حالتك الاجتماعية ممتازة. سنة سنة بسيط مخرج مسرحي يحاول يجرب ويرفض أي عمل سلبي يقدم للمشاهد وما يرضى يبيع ضميره لأي عمل يشوه عقول المشاهدين. هذه أنا بكل بساطة. ما تعتقد أن هذه ثروة والكل من الناس تمنوها؟ بس ما توكل عيش. العيش موجود، أهم شيء معدن الإنسان. أنت إنسانة رائعة وانت طيب وجريء. وبعدين تأخروا كان فدوة؟ يعني ممكن أكلم هلك الحين؟ وليش لا؟ بس أهم شيء الحين أنا. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم يا رب. هلا فيل. شوفيش ليش تصيحي؟ شو؟ إيش فيك؟ صديقتي الفيض تقول ان اخوها تعرض لحرق والظاهر انه توفى. جليل انا بخليك انت ما تدري شو علاقتنا فيهم.
ولا انتي تعرفين شنو صار على اختي فيهم؟ ليش قاعد اسوي هني؟ وين رايح يا يوسف؟ وين رايح؟ بتعزيهم وبتواسيهم؟ وفي مين؟ في موت ابن صافي؟ يلا يا جماعة ندخل، ننتظر الأستاذ نبهان لحد ما يرجع. زين سويت يا رجال؟ بنت أصول هذا واجب. فيت صديقتي ما أقدر أتخلى عنها بهالوضع. Thank you.
وين بتروح مني يا يوسف؟ هذا انتقامك؟ تقتل ولدي؟ أنا متأكدة إن قلبك ما يشيل حقد على أحد. أنت الحين بتقول ليه زعلان وحزين؟ وين ساير؟ وين ساير أنت؟ ما أدري. والله ما أدري. ليش ما بلغت من البداية؟ الصراحة خفت. من ايش خفت؟ خفت من جمعة ونبهان. نبهان؟ طيب وأيوب؟ أيوب ما له علاقة بالموضوع. زعلت على ولدك؟ ما أعتقد. أنت لا يمكن تزعل على أعز ناسك. يا ريت أفتح قلبك وأشوف كمية السواد اللي موجودة فيه. في البداية يا جمعة لازم تعرف إنه إذا كان لك حق راح تأخذه، وإذا كان عليك راح تتحاسب. وانت امام سلطة قضائية تمثل هذا المجتمع، وانت واحد من هذا المجتمع، والان لك الحرية الكاملة اما انك تعترف او انك تنكر. انا تعبت من هالسالفة ومليت وبقول كل شيء. ثبت من خلال محضر الاستدلال بانك قمت بحجز حرية عزيز، فما قولك في ذلك؟ انا صحيح حبست حريته، بس أهم شيء إني ما قتلته. طيب ليش حجزته؟ أنا ريال أخذ أوامر، يعني ما لي ذنب. أوامر؟ من تأخذ أوامر؟ انت تشك بحد يا صافي انه سوى هذه الجريمه؟ اشك يا ابو فيصل، بس المشكله ما عندي دليل. والشرطه لقوا ورقه السياره مكتوب عليها هذا اول الغيث يا صافي، وانتظر اللي جاي. في الحاله هذه انت لازم تبلغ الشرطه على اللي تشك فيه. خليني اتاكد من الاول. زين أترخص أنا عنك. الله يحفظك. الله يحفظك. بقية في حياتك. معقول في هالزمن في أحد عنده قلب قاسي لهالدرجة يعطل السيارة حتى يقتل بني آدم؟ يوسف لا يمكن يفكر في القتل أو الجريمة. يوسف يأخذ حقه في الدنيا وحقه عندي. هذا اللي اسمه صافي؟ والله حد صافي ولا غيره، أنا إيش دراني؟ نقود لا تجننيني. أنا اللي سمعته منك واللي عرفته من يوسف أن صافي هو السبب، بس يمكن يوسف يعرف شيء أنا ما قدرت أعرفه. على طار يوسف، يوسف وين صار؟ ما أدري، إيش دراني؟ يلا 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 تعال. يلا يوسف، الحزن واضح بعيونك. ليش أنت أول مرة تشوف الحزن في عيوني؟ بس اليوم الحزن واضح عليك أكثر.
خلنا من موضوع الحزن. أقول لي أنت ليه الحين تتكلم مع فيض؟ أكيد أنا وهي. لحظة لحظة لحظة، شنو أكيد وأنا وهي؟ ماجد أنت عادي تتكلم مع أي بنت؟ ترضى أن أختك تتكلم مع شخص غريب؟ بس أنا ناوي أتزوج من فيض. يعني شنو؟ هذه البنت ما تصلح لك ولا أهلها يصلحون لك. ليش؟ أنت تعرفهم؟ يعني سامع عنهم، ناس شايفين في روحهم. بعدين أنت ما لقيت غير فيض عشان تتزوجها؟ يوسف إذا شايفين حالهم فهذا على حالهم، وأنت تعرف أن حالتي المادية أكثر من ممتازة، أما أني ما لقيت غير فيض فالقلب هو اللي يختار. وبصراحة أنا مستغرب من انزعاجك من هذا الموضوع. ليش؟ أنت ما تحب؟ أنا ما أعرف شو اللي قاعد يصير. شابك على فيض، شابني على فدوى. صج الدنيا صغيرة وعمرها ما تكبر. محمد رسول الله، اطلبي للرحمة والمغفرة يا بنتي. عبد الجليل راح يا عمتي، عبد الجليل راح. هذه إرادة الله، الله أعطى والله أخذ. صافي هو السبب، صافي هو السبب. ما كان سأل أنت وين؟ عبد الجليل رجع البيت ولا لا؟ عبد الجليل نام ولا لا؟ ما كان يسأل، ما كان يسأل عبد الجليل وين؟ عبد الجليل راح، عبد الجليل راح. يا بنتي يا أسماء لا تلومين صافي، صافي الحين بحزنك فيه والله يكون بعونه. بس عبد الجليل راح في عمر الزهور، وأنا أعتقد
ان الظرف اللي وصلنا وما نعرف ايش فيه له علاقة في الموضوع. لا، هذا قضاء قدر. من يوم ما عاملتني مثل الطفل الصغير، حتى بعد ما تزوجت وصار عندي عيال، الناس تعمل لي ألف حساب إلا أنت. الله يرحمك يا عبد الرزاق، كان يحبك وخاف عليك وما يتمنى لك الشين، ودائما يقول يوسف مثل ولدنا. لا والله، انت ولدي، انت نظر عيني، انت الغالي. توني حاسه ان تربيتنا ما راحت بلاش، الله رزقني فيك، انت كنز. كنت يا يوسف، الله يرحمك يا عمي عبد الرزاق، يا طيب، يا ترى سمعت عن قلب مثل قلب صافي. تبجيني يا يمه، كل شيء راح ينتهي واللي سلب مني حقي طول هالسنين شفته اليوم مثل الطير المذبوح. صافي وينه؟ ليش؟ صافي ما في غرفته؟ ردي علي يا أسماء، صافي وينه؟ ومن متى أنا أعرف صافي وين؟ ليش؟ هو لما كان يخرج يخبرني إنه وين رايح؟ ما كفاية، ما كفاية ولدي مات بسبب إهماله؟ ما كفاية ولدي راح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أكيد قاعد تسأل نفسك كيف عرفت عنوان بيتك؟ بس راح أريحك، بعد اللقاء المؤلم اللي بيني وبينك كلفت أحد الموظفين يتبعك، بس مو هذا المهم. اتحرقت المخازن وقتلت ابني، اشتبي بعد؟ أنت يا صافي اشتبغي بعد؟ وبعدين تعال قول لي
من اللي قال لك إن يوسف هو اللي سوى هالشيء. لو سمحتي لا تتدخلي بيني وبين يوسف يا نجود. ما شاء الله، اللهم لا حسد. هاتوا ذاكرتك شغالة وتعرف اسمها. لا تبتعدين يا يمه، اللي تطلب انها ما تتدخل احسن منك بألف مرة. يوسف ايش تبينا اسوي؟ اسكت، مو كافي سكوتي طول هالسنين؟ واذا كنت متوقع اللي حرق المخازن وذبح ولدك فهو انا بنت غلطان. انا مالي عدو غيرك. سمعتي، انا العدو الوحيد حق الاستاذ صافي. مو قلت لك ان الاجرام ساكن في روحه؟ المجرم دائما يشوف كل الناس اعدائه. عموما يا استاذ صافي، انا بريء من كل اتهاماتك رغم اني اتمنى اكون انا الجاني. رغم ذي كله راح اساعدك تعرف من المجرم الحقيقي، لاني للحين ما اخذت حقي منك. قالت لي الشغالة جيتي من برا زعلانة، ممكن أعرف من اللي زعل بنت نبهان؟ أنت سمعت باللي استوى لجليل وانت صافي؟ وانت الحين تبكين على جليل؟ لا يا أبوي، أنا أبكي على حب. حظك حلو، ما في شيء احسن منه. تعرفي ليش؟ لانك بنت نبهان، ما بنت انسان عادي. بس انت ما سويت شيء. صافي، الله اعطاه على قد نيته. اما ماجد هذا خلي علي. انت تعرف ان فيض وماجد احتمال كبير يتزوجوا. ها؟ يعني ابو ماجد وصافي راح يستوون نسايب؟ لا، من سابع المستحيلات، لأن كذي راح يستوون إمبراطورية تجارية كبيرة وما حد يقدر يوقف وجوههم. وانت هذا اللي همك؟ الفلوس والتجارة وبس؟ مشكلتك طالعة على أمك، حساسة وطيبة. على ذكر أمك، من سافرت عند أهلها ما رضت ترجع؟ كيف تريدها ترجع بعد ما قصيت عليها؟ رجاء اسمع يا يوسف، البيت اللي جيت اليوم وعملت نفسك متأثر وحزين فيه انساه. انت تقتل القتيل وتمشي بجنازته؟ صافي، يعني يوسف ما لحق عندك؟ انا قلت لك يا نجود لا تتدخلي بيني وبين يوسف. لا ترفع صوتك على امي. انا حذرتك لا توصل لعائلتي ولا بتشوف شيء عمرك ما شفته بحياتك. لا تطمن، كل الاشياء الشين اللي انا شفتها بحياتي انت الحين لازم تشوفها.
داخل البيت؟ لا للحين ما رجع. اتصلت فيه؟ اتصلنا فيه بس هاتفه مغلق. حمود أريد أسألك سؤال. سؤال؟ أي سؤال؟ الفرار اللي عطيته لصافي لحد الحين معاه؟ فنار؟ إيش اللي ذكرك بالفنار؟ أنا مالي عدو غيرك، وإذا كنت متوقع لحرق المخازن وذبح ولدك فهو أنا بن خلطان. أنا بريء من كل اتهاماتك، رغم أني أتمنى أكون أنا الجاني. راح أساعدك تعرف من المجرم الحقيقي. صافي وين رحت؟ قريب يا ابوي قريب. اسالك الفنار اللي اعطيتك اياه وانت صغير للحين عندك؟ وشو ذكرك بالفنار الحين؟ وبعدين تريدني احتفظ بفنار قديم من 30 سنة؟ يعني ضيعته؟ ما ادري، يمكن موجود